بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن على موعد اليوم في دراسة كتاب في مناسك الحج، وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الكتاب لشيخنا العلامة الشيخ المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وفقه الله وجزاه الله عنا خيرا. والشيخ معروف بمكانته العلمية وبجهوده المباركة في نشر العلم، بدءا بتأسيس الجامعة الإسلامية التي أسهم في إنشائها ودرس في أوائل عهدها، بل ذكر وفقه الله أن أول درس ألقي في الجامعة كان من في كلية الشريعة سنة 1381، وبذل جهودا مشكورة في تدريسه في الجامعة ثم في إدارتها بعد أن انتقل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى الرياض، تولى إدارة الجامعة وأسهم إسهاما كبيرا في إدارتها وفي تنشئتها وفي اختيار أعضاء هيئة التدريس وفي الإسهام في إنشاء قسم الدراسات العليا، وما زال يواصل العلم ونشره، وقد درس في الجامعة بعد أن تقاعد، وكان يحتسب في التدريس في الجامعة مع تدريسه في المسجد النبوي. والشيخ معروف بمكانته العلمية بين العلماء، فله المكانة الكبيرة الرفيعة عند العلماء وعند ولاة الأمور، وقد جعل الله له قبولا في الناس ومحبة لزهده وورعه وتواضعه مع نشره للعلم. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والاقتداء بأهل الخير والفضل والاستفادة من سمتهم ومن علمهم والاقتداء بهم، فإن هذه النماذج من سيرة هذا الرجل، هو يعيش بيننا وكأنه في عصور السلف في زهده وفي ورعه وفي إقباله على نشر العلم وعلى طاعة الله عز وجل. وهذا دليل أن هذه الأزمنة وإن حصل للناس فيها تغير وجاءت هذه الحضارة بما جاءت به من مما يشغل الناس، إلا أنه لا يزال يبقى في الأمة خير، ويبقى فيها العلماء الذين هم على الطراز الأول كما يقال، ومنهم فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ألفه الشيخ جزاه الله خيرا في أحكام المناسك، وقد ألفه بعد طول خبرة وممارسة للفتوى في التوعية الإسلامية، وكان مصاحبا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كثير من السنوات، وفي السنوات الأخيرة بعد تنظيم عمل التوعية لا يكاد الشيخ يشارك في التوعية حتى يتصل بسماحة الشيخ ويلتقي به ويجلس معه. ومنذ أن شاركت
في التوعية الإسلامية، والشيخ يقوم على وفد المدينة وهو المرجع لهم في الفتوى، فإذا ما أشكل علينا شيء رجعنا إلى الشيخ وعرضنا ما يشكل عليه ولربما أجاب، وأحيانا يعرض ما نعرض عليه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويأتي بالإجابة، وهذا مما يدل على ورعه في توقفه أحيانا والرجوع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض المسائل. فهذا الكتاب جاء بعد طول خبرة في العلم والفتوى وممارسة الفتوى والاطلاع أيضا على أحوال الحجاج وما يحصل لديهم من أخطاء والتنبيه والتوجيه إلى تفاديها. هذا الكتاب سماه الشيخ تبصير الناسك، وتبصير مأخوذ من البصيرة، والبصيرة هي المعرفة بالشيء، ومنه قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أخذت من بصيرة القلب، فإن البصر يطلق على بصر الأعيان وعلى بصر القلوب، فيقال فلان ذو بصيرة إذا كان ذو معرفة وعلم، كما يقال للإنسان يبصر إذا كان يبصر بعينيه. فالبصيرة تطلق على إبصار القلب وعلى علمه ومعرفته، ويطلق البصر على نظر العين، وهذا البصر المضاف للعين هو مشاهدة الأشياء بالأعيان، وبصيرة القلب هي مشاهدة القلوب للعلم واستقرار العلم في القلوب، والتبصير هو إيضاح العلم وبيانه، فإن العلم بصيرة والتبصير به إيضاح له وشرح وبيان. تبصير الناسك، والناسك هو العابد، فإن النسك يطلق على العبادة وله عدة إطلاقات، فيطلق النسك على العبادة من حيث العموم، ويطلق على أعمال الحج، ويطلق على الذبائح كما في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا هي ذبيحة، ولهذا أطلق على العابد أنه ناسك، ولذا يقال فلان متنسك أي عابد، والجمع نساك وهم العباد. تبصير الناسك بأحكام المناسك، وأحكام جمع حكم، والمقصود بالأحكام هنا هي أحكام الحج، وهي التي بينها الله عز وجل في كتابه ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. بأحكام المناسك، مقصود بالمناسك هنا معنى خاص وهي أعمال الحج، وإن كانت المناسك تطلق على العبادة عموما، وتطلق على وجه الخصوص على أعمال الحج، واشتهر هذا بين أهل العلم إطلاق المناسك على أعمال الحج، وألف العلماء في ذلك كتبا تضاف إليهم، فيقال هذا منسك فلان وهذا منسك فلان، أي الذي ألفه في أحكام مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، أي هذا البيان والإيضاح
والتبصير لهذه الأحكام على ضوء ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة. أما الكتاب والسنة فهما دليلان يستدل بهما العالم على بيان الأحكام، وأما المأثور عن الصحابة فإنه يستعان به على فهم النصوص، فكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم يستعان به على فهم النصوص. وهذا إذا كان المأثور عن بعضهم، وأما إذا أجمعوا على أمر فإن إجماعهم حجة، فيكون الإجماع دليل يستدل به على تقرير المسائل. ولهذا فأصول أهل السنة في الاستدلال هي الكتاب والسنة والإجماع. هذا هو عنوان كتاب الشيخ في المناسك، وقد صنفه وفقه الله على طريقة بديعة يذكر الأدلة للمسائل ثم يشرح تحتها ما جاء من الأحكام ويستدل لذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وينبه أيضا على الأخطاء الواردة والتي تعرض لبعض الحجاج ولبعض المسلمين في أداء المناسك، فيكون هذا الكتاب قد جمع بين بيان أحكام المناسك والتنبيه على الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار بعض الحجاج. نقرأ هذا الكتاب ونشرح في قراءته، ثم بعد ذلك أعلق بحسب الحاجة لذلك. والكتاب واضح في عبارته وفي أسلوبه، وقد قصد الشيخ وفقه الله وضوح الكتاب لينتفع منه الناس وليسهل على عامة المسلمين الانتفاع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخنا القدوة العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء كتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام، أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ووانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. افتتح الشيخ وفقه الله كتابه بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، والله عز وجل مستحق للحمد والثناء، فإنه محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المتصف بصفات الكمال، وهو المتسمي بالأسماء الحسنى المتنزهة عن كل نقص، وأفعاله كلها خير ليس فيها الشر المحض، وهو المحمود على كل حال، وهو الذي أحسن لخلقه وشرع لهم هذا الدين، فله الحمد على كل ذلك، فهو مستحق للحمد والثناء، وهو متنزه عن كل نقص. الملك
الملك من أسماء الله عز وجل، وهو المتفرد بالملك، له ملك الدنيا والآخرة، لا منازع له في ملكه، فهو الذي خلق الخليقة وهو ملكهم وربهم ورازقهم. والملك مشتق من صفة الملك، ولله عز وجل ملك السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن، لا منازع له في ملكه ولا شريك له في خلقه. القدوس اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة القدوسية. والقداسة في اللغة هي الطهارة، والقدوس هو المتنزه عن كل نقص المتصف بصفات الكمال. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من السلامة، قيل في معناه هو الذي سلم على خلقه لأنه يسلم عليهم يوم القيامة، وقيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه، وقيل ذو السلامة أي ذو السلامة من صفات النقص. فرض الفرائض وأحكم الأحكام، أتم الأحكام. فرض الفرائض أي أن الله عز وجل شرع هذه العبادات وفرض على عباده هذه الواجبات، والفرائض هو ما شرعه الله عز وجل على سبيل الوجوب والحتم، وهو مرادف، والفريضة مرادفة للواجب عند بعض أهل العلم، وهو المشهور عند العلماء. ومن العلماء من يفرق بين الفرائض والواجبات، ولهم في ذلك أقوال ليس هذا موطن ذكرها. والمشهور عند أهل العلم أن الفرائض هي الواجبات. وأحكم الأحكام، أتم إحكام، أي أحكم بمعنى أن تشريعه على أتم ما يكون من الإحكام والإتقان. وإحكام الشيء هو إتقانه والإتيان به على وجه الكمال. أحكم الأحكام، والأحكام هي أحكام هذا الدين. أتم إحكام أي أتم إتقان، فجاء هذا التشريع على أتم ما يكون وعلى أفضل ما يكون وعلى أحسن ما يكون، مع ما في ذلك من الرحمة بالخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا التشريع فيه السماحة واليسر وفيه التيسير، مع ما جعل الله عز وجل فيه من الأجر العظيم، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. هذا الاستهلال موفق في أثنى الشيخ على الله عز وجل بأسمائه العظيمة وما شرع لعباده من هذا التشريع العظيم، ثم انتقل إلى بيان ما شرعه الله عز وجل من حج بيته الحرام، ثم إنه جعل هذا أحد أركان الإسلام العظيمة التي عليها مدار الدين ومدار الإسلام، ثم ثنى بقوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الشهادة هي الشهادة لله عز وجل بأنه هو المستحق للعبادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكما أنه متفرد بالخلق ومتفرد بالتشريع، فهو متفرد بالعبادة، هو الإله المعبود بحق، وهو المستحق للعبادة، لا شريك له، أي لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته. ذو الفضل والإنعام، أي صاحب الفضل، تفضل على عباده بالنعم وأمدهم بالخير وشرع لهم الدين. والإنعام جمع نعم، أي أن الله أنعم عليهم وأسدى إليهم النعم. والجلال والإكرام، والجلال هو العظمة، أي أنه صاحب الجلال وصاحب الإكرام. فالوصفان السابقان
متعلقان بإحسان الرب لعباده ذو الفضل والإنعام أي على الخلق، والجلال والإكرام أي في ذاته، فهو ذو الجلال والإكرام في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو ذو الفضل والإنعام على خلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة الثانية من قسم كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد مدارها على قسمين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة بأن هذا النبي الكريم هو عبد ورسول، وهذه الشهادة العظيمة فيها اعتدال وفيها بيان المعتقد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وفي هذا رد على الغلاة والجفاة، فهو عبد لا كما زعم الغلاة، وهو رسول لا كما زعم الجفاة الذين ينقصون من قدره، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، القدوة الأسوة، الإمام حق الإمام، القدوة أي الذي يقتدى به، فهو قدوة الأمة، والأسوة أي يتأسى به، فهو قدوة الأمة، وهو من يتأسى به في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأمر به أو يفعله أو يرشد إليه أو يقر عليه فهو من الدين، فإن السنة هي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر عليه، فأوامره كلها دين، وفعله عليه الصلاة والسلام الذي شرعه للأمة والذي فعله على وجه التدين كله دين، وكذلك إقراره لمن أقر فإنه سنة ودين. الإمام حق الإمام يعني له الإمامة بحق وله القدوة بحق، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة الأمة، وهو إمامهم الذي إذا تمسكوا بهديه نجوا، ومن بعده من العلماء إنما يطاعون بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بطاعته، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الفعل في طاعة الله، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم أولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما جعل ذلك معطوفا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. نعم، هو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من صلى لله، وأفضل من تصدق، وأفضل من حج واعتمر وصام، وهو أفضل من عبد الله، وأخشى من اتقى الله، فهو عليه الصلاة والسلام هو أسبق الأمة إلى الخير والفضل، بل هو أسبق بني آدم، فهو سيدهم وإمامهم، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو صاحب لواء الحمد. ما من نبي ورسول يوم القيامة إلا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما أمر الله عز وجل به، ومما أوجبه على أمته، وقال العلماء إن الصلاة، صلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وقيل إنها واجبة في العمر مرة، وقيل إنها واجبة عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك دعاء
الله عز وجل بأن يصلي ويسلم ويبارك ويجعل البركة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الشرفاء الكرام. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته وهم أصحابه الذين على طريقته، كما قال القائل: آل النبي أتباع ملته، آل النبي أتباع ملته. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت إذا أطلق أهل البيت فيشمل أقاربه ونساؤه فهم من أهل بيته، والآل يشمل أصحابه وأهل بيته ونساءه، فكلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. الشرفاء الكرام، هذه أوصافهم: أهل الشرف والكرم والفضل، وعلى آله وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، أي على آله وعلى أصحابه، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان به، وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فله منزل على من بعد ذلك من الأمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة من جهة القرون ومن جهة أفرادهم، فكل واحد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم. هداة الأنام، أي هدى الله بهم الأنام، والأنام هم الخلق، وذلك بنقلهم للدين ولبيانهم لشرع الله عز وجل. ومصابيح الظلام، أي يستضاء بعلمهم كما يستضاء بالمصابيح في الظلام. وعلى الذين جاءوا من بعدهم، وهذا عطف على الذين أتوا من بعدهم ممن هم على طريقهم سائرين على نهجهم، أي تمسكوا بهدي الصحابة، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام، أي أن صدورهم نظيفة وسليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيبي الكلام، أي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين سلامة القلوب وبين طيب الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما قال الله عز وجل في وصفهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء هم الذين ساروا على طريقهم، فذكر الشيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من جاءوا بعدهم من أهل سلامة القلوب وأهل طيب الكلام فيهم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل يعني في هذه الآية: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. والمصنف حفظه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وبلغ البلاغ المبين. وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال المصنف وفقه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المسألة وهي النعمة العظيمة التي أسداها الله لهذه الأمة أن بعث فيهم هذا النبي الكريم، وهذه نعمة ظاهرة بينة واضحة. ولهذا قال الشيخ: من المعلوم لدى الخاص والعام، لدى الخاص من أهل العلم والعام من عامة الناس، أن أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الخليقة في آخر الزمان أن بعث فيهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه النعمة عمت الثقلين، عمت الجن والإنس، لأن الله عز وجل بعث هذا النبي الكريم لهم وأسعدهم ببعثته، فمن استقام على دينه سعد سعادة عظيمة ونال الفوز والفلاح من الله عز وجل باستقامته على هذا الدين، وجعل هذا الدين مداره على المباني الخمسة، وهي أركان الإسلام المعروفة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا كما جاء في حديث جبريل، الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأجابه، قال: أخبرني عن الإسلام، فأجابه، قال: أخبرني عن الإحسان، فأجابه، وكان في كل مرة يقول: صدقت، إلى أن انصرف بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: وهذا دليل على أن حديث جبريل هو المصدر في تعلم الدين، لأنه اشتمل على أصول الدين، واشتمل على مراتب الدين الثلاثة: مرتبة الإيمان، مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. والدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاثة. ثم سأل عن أشراط الساعة ليبين علامات الساعة واليوم الآخر، فالدين لا يخرج عن هذه الأمور. قال: وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: من حديث عمر بن الخطاب. فأورد الشيخ وفقه الله هذا المقطع من الحديث ليستدل به على المسألة وعلى أن الحج هو ركن من أركان الإسلام. نعم. قال المصنف حفظه الله: في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الاستدلال بحديث جبريل على هذه الأركان الخمسة، ذكر حديث ابن عمر، وهذان الحديثان حديث جبريل وحديث ابن عمر كثيرا ما يستدل بهما العلماء على أركان الإسلام، لأنهما من أشهر الأحاديث في ذكر أركان الإسلام،
فهذا الحديث أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء، وأن مداره ومدار البناء على خمسة مباني، ولهذا كان العلماء يقولون مباني الإسلام. أخذ من هذا الحديث فإنه قال بني الإسلام على خمس، فشبه الإسلام ببناء، وأن هذا البناء يدور على مباني وعلى أركان خمسة. قال بني الإسلام، والبناء هو هذا الدين وهو شرائع الإسلام، ولكن هذا الدين مبناه على أربعة، على خمسة أركان عظيمة. بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس بمثابة القواعد العظيمة التي يقوم عليها هذا الدين، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول. والثاني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، وهذا هو الركن الثاني. والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الحج، والخامس صوم رمضان. هذه أركان الإسلام الخمسة التي عليها مداره. نعم. قال المصنف حفظه الله: أعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله: أعظم هذه الأركان وأهمها شهادتان. نعم، هذا هو الركن الأعظم من أركان الإسلام، وهو النطق بالشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام. ولهذا أول ما يدخل الرجل في الدين فإنه يدخل بالنطق في الشهادتين. وقد أجمع العلماء على أن من لم يتلفظ بالشهادتين أنه لا يدخل في الإسلام ولو أتى بما أتى به من الأعمال، إلا أن يعذر بخرس، وكذلك لو قالها بلسانه ولم يعتقد معنى الشهادتين بقلبه فإنه لا ينتفع بذلك. ولهذا النطق بالشهادتين له شروط: لا بد من التلفظ بهما، ولا بد من الإخلاص في قولهما، ولا بد من اليقين المنافي للشك عند التلفظ بهما، ولا بد من امتثال معنى الشهادتين في العمل، فلا يقولهما بلسانه ويخالفهما بعمله، ولا بد من الثبات عليهما، ولا بد من الاستقامة على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ولا بد من الاستقامة على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمهما الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذه الشهادة ترجع إلى أصلين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة الأولى شهادة لله بالألوهية بأن لا يعبد إلا الله، الشهادة الثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا يتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، هذا مقتضى الشهادة الأولى. من قال لا إله إلا الله مقتضى ذلك أن لا يعبد إلا الله، مقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارات دقيقة في بيان هذه المسألة العظيمة، أن أعظم هذه الأركان هما الشهادتان، ومقتضى الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشيخ أن كل عمل لا يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذه هي السنة، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بالمتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل، لأن الشرك منافي للإخلاص. نعم. قال المصنف حفظه الله: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. قال: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهذا باتفاق العلماء أن أعظم الأركان هما الشهادتان، ثم بعد الشهادتين الصلاة، فهي عمود الإسلام، أي عليها مدار هذا الدين، كالبيت الذي يكون مداره على العمود الذي يكون عليه قوام البيوت. كانت البيوت قديما بيوت الشعر، يجعل البيت له في منتصفه عمود يقوم عليه البيت، فالصلاة هي عمود الدين وعمود الإسلام، وهي أعظم الشعب بعد النطق بالشهادتين. وناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا من آثار الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن العبد إذا استقام عليها نهته صلاته عن الفحشاء وعن المنكر. والفحشاء هو كل ما فحش من القول والفعل، وهي المعاصي، والمنكر هو الذنوب والخطايا، وهو ما دلت النصوص على أنه من المنكرات والمخالفات. قال: وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا. آخر ما يفقد المسلم إذا ما قصر في عبادته، آخر ما يفقد الصلاة. ولهذا تلاحظون أن الرجل إذا كان على استقامة يقصر في دينه شيئا فشيئا، وتبقى معه الصلاة، لأن هذه الصلاة يعلم المسلم مدى أهميتها، إلى أن يترك الصلاة فيكون آخر ما يفقد من دينه الصلاة، وأول ما يستقيم عليه العبد إذا ما استقام على دينه الصلاة. تلاحظ أن بعض العصاة وبعض المذنبين إذا ما تاب أول ما يبادر إلى الصلاة، يحافظ عليها، يحرص عليها، ويؤديها في المساجد ويكثر منها، وآخر ما يفقد من دينه الصلاة، وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة عليها. أول ما يحاسب يوم القيامة العبد على صلاته، فهي عبادة عظيمة، وهي دليل الإيمان، فإذا رأيت الرجل يحافظ عليها دليل على إيمانه وعلى تقواه، وإذا رأيت الرجل يقصر فيها فهذا دليل على ضعف تدينه. قالوا: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وإذا فرط فيها فهو لما سواها أشد تفريطا، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه، لأن العبد يناجي ربك فيها، كما قال الله عز وجل: جعلت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي. ففيها مناجاة بين العبد وبين ربه، يدعو العبد والرب يستجيب، ويباشرها العبد، وتتكرر منه في اليوم والليلة
خمس مرات، وهذه السنة واجبة. وأما النوافل فكثيرة، فيتقرب إلى الله بالسنن الرواتب، بصلاة الضحى، بالصلاة بين الأذان والإقامة، بالتنفل المطلق في غير أوقات النهي، بقيام الليل، فهي عبادة عظيمة يباشرها المسلم في الليل والنهار ويكثر منها، وهي من أعظم ما يقوى به الإيمان عند الله عز وجل. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود في الصلاة، فدل على أن الصلاة والمحافظة عليها والاجتهاد في التقرب إلى الله بها من أعظم ما يرتفع به العبد عند الله عز وجل، ومن أعظم ما يقرب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: بعد صلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فنفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة. وبعد قال وفقه الله: بعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة، فإن الزكاة هي قرينة الصلاة، كما قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة هي قرينة الصلاة، وهي في المرتبة بعد الصلاة. ولهذا قال الشيخ: وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها، أي بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعدي، أي نفع الزكاة متعدي إلى الغير، لأن العبد يؤديها ويخرج من ماله حق الفقير، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، لأنه مؤدي للزكاة وممتثل لأمر الله عز وجل، وينتفع بها الفقير بحصوله على ما يعطيه الغني، فينتفع الفقير في دنياه ويستعين بذلك على طاعة الله، والغني ينتفع بتقربه إلى الله عز وجل بإخراج حق الزكاة وحق الفقير من ماله. وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة. هذه كلمة لطيفة من الشيخ فيها ترغيب في الزكاة، أن إخراجها لا يضر الغني، لأنها نسبة يسيرة من الزكاة، فالأموال من النقدين يخرج 2.5%، وهذه النسبة يسيرة جدا، هي ربع العشر، فهي لا تضر الغني، وإنما فيها طهرة لماله، وفيها نماء لماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقة تبارك المال. ولهذا شرع الله، جعل الله لها اسم يرغب فيها، فهي زكاة، ما هي نقص. الزكاة هو النماء، وهي حقيقة زكاء ونماء، لأن فيها بركة، فيها خير، فالمال الذي يزكى يبارك الله عز وجل فيه، ويجعل الله عز وجل فيها الخير والبركة، ففائدتها لا تضر الغني، وفائدتها للفقير عظيمة. لأنك تلاحظ أن الأغنياء وأصحاب الأموال الطائلة لو أخرجوا زكاة أموالهم لربما بلغت ملايين، فانتفع الفقراء بها، ولكن هذه الملايين بالنسبة لأموالهم لا شيء، لأنها ربع العشر. فالغني لا يضره ما أخرج من ماله، لأنها نسبة يسيرة لا تشكل شيئا بالنسبة لماله، والفقير ينتفع بها انتفاعا عظيما، ويحصل له بها نفع. قال المصنف حفظه الله: وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة، وهو شهر رمضان. نعم، بعد ذلك يأتي الصيام،
وهو من الأركان العظيمة، وهو صيام شهر في السنة، صيام شهر رمضان، وليس فيه مشقة على الناس، بل فيه قوة لأبدانهم وراحة لهم من كثرة الأكل والشرب، وفيه تطهير للأبدان من كثرة الأطعمة التي قد تسبب السموم، ففيها قوة للأبدان، ففيه قوة للأبدان، وفيه طاعة للرحمن وأجر عظيم عند الله عز وجل. وهو شهر في السنة يؤديه المسلم بحسب القدرة، فإن كان مريضا أو على سفر فشرع الله له القضاء الفطر في حال المرض وفي حال السفر، ثم يقضي بعد ذلك في أيام أخرى. نعم. قال المصنف حفظه الله: ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من متائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في عام 63,300,000 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله تعالى 20,400,000 للهجرة. ثم قال الشيخ وفقه الله: ثم الحج الذي يجب في العمر مرة، أي من أركان الإسلام الحج الذي يجب في العمر مرة للمستطيع إذا استطاع إليه سبيلا، والسبيل هما الزاد والراحلة، فهو يجب مرة في العمر بحسب الاستطاعة إذا ملك الزاد والراحلة. ثم ذكر الشيخ وفقه الله قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، أي من العلماء، وفيها المطول والمختصر، أي في هذه الكتب المصنفة في الحج فيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شاب الشيخ وفقه الله بهذه الرسالة العظيمة، وهي رسالة نافعة عظيمة صنفها الشيخ عبد العزيز، وانتفع الناس بها وجعل الله لها قبولا بين الخاص والعام، وانتفعوا بها انتفاعا عظيما. وما زال الشيخ في أثناء حياته يراجعها وينقحها، فكانت على أحسن ما يكون في الترتيب في الإيضاح، ونفع الله عز وجل بها، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، ولم يقل الشيخ لمسائل الحج والعمرة، وهذا من الورع، لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، أي زيارة العمرة الحج لبيت الله الحرام، والعمرة أداء نسك العمرة، والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ: وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات، ترجمت كثيرا وتعددت طبعاتها، وكان الحجاج يقتنون هذه الرسالة بعدة لغات، يتوزع عليهم في المشاعر وفي المنافذ وفي المطارات وفي غيرها، فعم نفعها وانتشرت. قال: وعم نفعها وصار لها القبول عند طلبة العلم، يعني انتشرت هذه الرسالة واعتنى بها أهل العلم وكثر الانتفاع بها وشرحت كثيرا، وقد من الله عليه بشرح هذه الرسالة في هذا المسجد،
ضمن البرامج التي كنا نشرح فيها الكتب في المناسك في التوعية. قال: وكانت طبعتها الأولى في عام 63 وثلاثمائة وألف. وهذا مما يدل على أن هذه رسالة قديمة، وأن الشيخ صنفها في وقت قديم، ومع هذا كانت جاءت على وجه كبير من الإتقان والتحقيق، وكان يراجعها الشيخ ولا يكاد يستدرك فيها شيئا إلا بعض الأخطاء المطبعية اليسيرة. قال: طبعت على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. قال: وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته سنة 2400 وألف، أي ما زال الشيخ يتعهدها طيلة 60 سنة. وهذا مما يدل على عناية العلماء بمصنفاتهم وبكتبهم، وهذا فيه توجيه لطلاب العلم أن يعتنوا بكتبهم وبتحقيقها وإيضاحها وبتعهدها وبإصلاح الخطأ فيها، فإن المقصود هو نفع الناس، والرجوع عن الخطأ فضيلة. فلا يقول المؤلف يصعب أن أعدل يعني شيء جاء في رسالتي أو في كتابي، بل هؤلاء العلماء الكبار والأئمة ما زالوا يتعهدون المصنفات ويراجعونها. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية، كنا أيضا قرأنا منسكه، قال: ألفه في بداية الأمر، ثم بعد ذلك رجعه بعد أن بلغ مرتبة كبيرة في العلم والاجتهاد، وأضاف وزاد وحقق. وهكذا طبيعة العلماء، أنهم يصنفون لنفع الناس ثم يقومون بمراجعة هذه المصنفات من أجل زيادة الإيضاح وتدارك الأخطاء. قال المصنف حفظه الله: وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، قد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 28400 وألف بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. ثم بين الشيخ حفظه الله أن له رغبة قديمة، فذكر الشيخ وفقه الله أن له رغبة قديمة في كتابة منسك، وهذا مما يدل على حرص أهل العلم على الخير والرغبة في الإسهام في هذا الباب، إلى أن يسر الله وتحققت له هذه الرغبة بتأليف ههذه الرسالة في سنة 28400 وألف. ومنذ أن كتبها الشيخ فقد لاقت قبولا بين أهل العلم، انتشرت وأثنى عليها أهل العلم، وكثر انتشارها، وقد يسر الله عز وجل طباعتها. كان الشيخ يقوم على توزيعها وتزويد مكاتب التوعية بأعداد هائلة وكميات ضخمة من هذه الرسالة. ثم دعا الشيخ بأن يتقبل الله من هذا العمل، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، ونحن نؤمن على هذا، ونسأل الله أن يزيه أعظم الأجر والمثوبة، وأن يبارك له في جهده وما بذل من النصح ومن التوجيه في هذه الرسالة وفي غيرها. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع الله بعلمكم. هذا الأخ أمير يرجو منكم التعليق على مقولة الشيخ الإسلام رحمه الله: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإذا وقعت الفتنة لم يكن من التلوث بها إلا من عصمه الله. بلا شك الفتن إذا وجدت في الأمة وعمت عجز عنها العقلاء، ولهذا كان الإمام أحمد إذا ما جاء من يدعو للخروج الحكام يريد أن يحدث فتنة يقول: احذروا الفتنة، فإن هذه الفتنة لما حصلت في عصور الصحابة يعني عمت
خلقا كثيرا وحصل بها ضرر للناس، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قتل في هذه الفتنة. وهذا مما يدل على أن الفتن إذا سادت وعمت الناس عجز عنها العقلاء، وذلك لكثرة خوض الناس فيها وتجرأ السفهاء على الخوض فيها بعد أن تعي العقلاء والفضلاء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون معتصما بالكتاب والسنة ويتجنب الفتن وأن يلزم طريق العلماء، فلا تزال الأمة بخير ما أخذت بتوجيهات علمائها الكبار. وإذا أعرضوا عن ذلك واتبعوا السفهاء وأهل الانحراف وأهل الشذوذ وأهل الفتن ضلوا. فالأمة بخير ما اعتصمت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وبالأخذ ما عليه جمهور العلماء والعلماء الكبار، فإن هذه الأمة معصومة تجتمع على ضلالة. يقول السائل: هل اعتقاد بعض الناس عند رمي الجمرات أنهم يرمون الشيطان له أصل في الشرع؟ الرمي للجمرات ليس هو رمي للشيطان، وإنما أصله أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل ثم شرع بعد ذلك الرجم، ويكون هذا دين شرعه الله عز وجل، وهو رمي للجمرات وليس رمي للشيطان كما يسميها البعض، الشيطان الكبير والصغير والأوسط، وإنما هي جمرات، وهذه عبادة شرعت لنا نؤديها. وينبغي الحذر من الغلو في أخذ الحصى، بعض الناس يظن أن يرمي الشيطان يأخذ بحصى كبيرة من أجل أن يؤذي الشيطان، بل هذا يفرح به الشيطان، لأن الشيطان يفرح بالغلو. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يرمى بالحصى الصغير، قال: وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. نعم. يقول السائل: هل الاحتلام في أيام الحج يعد من الرفث؟ لا، الاحتلام لا يؤخذ به الإنسان، ولكن إذا احتلم عليه بعد ذلك أن يغتسل، ولا يجوز له أن يطوف ولا أن يصلي إلا بعد اغتساله. يقول السائل: كيف يكون الحج مبرورا وإذا وقع الحاج في معصية؟ هل يكون الحج غير مبرور؟ قال العلماء: الحج المبرور هو الذي سلم من الذنوب والمعاصي، ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع السلامة من الذنوب والخطايا. ولكن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب فيرجى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. فلا يقول: خلاص أنا حجي ليس بمبرور، بل احرص على الخير وتوب إلى الله عز وجل. وإذا ندم العبد على ذنبه استغفر الله عز وجل، ربما قويت التوبة وكفرت الذنب وارتفع بها عند الله درجات. قل السائل: هل هناك ذكر معين أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ ليس هناك ذكر معين إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر التكبيرات المعروفة ودعا، ثم يفعل هذا عند المروة. نعم. قل السائل: هل يجوز استخدام الفازلين الطبي للمحرم؟ الفازلين لا بأس به، لأنه ليس فيه رائحة عطرية، وإنما يتجنب المراهم التي فيها روائح عطرية. وأما هذه المراهم التي ليس فيها يعني روائح عطرية فلا بأس باستخدامها. قل السائل: هل ترتيب مناسك الحج واجبة أم مستحبة؟ لا، ترتيب المناسك منه ما هو واجب ومنه ما مستحب، يعني مثل الوقوف بعرفة يتقدم على المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة يتقدم على رمي الجمار. وأما أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي وطواف الإفاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتخير إلا قال: افعل ولا حرج. فمنها ما يكون الترتيب فيها واجبا ومنها ما يكون مستحبا. يقول السائل: إذا نوى الحاج حج التمتع ويريد أن يهل بالعمرة ماذا يقول؟ هل يقول لبيك اللهم عمرة، أم يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ تجوز الصيغتان، لو قال هذا أو هذا كل جائز. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة المفروضة في الحرم النكي أثناء الطواف، هل يتم طوافه ثم يصلي أم يصلي ويقطع الطواف؟
بل الواجب عليه أن يصلي، إذا أقيمت الصلاة يجب عليه أن يصلي، وإذا كان في مكانه في الطواف وأتم طوافه لا بأس، ولكن على الحجاج أن يحذروا أن بعضهم يقطع طوافه بالنية ويبحث عن مكان ثم بعد فراغ الصلاة يعني يتم طوافه من المكان الذي هو فيه، فينبغي له أن يتنبه أنه متى ما نوى مفارقة الطواف والبحث عن مكان للصلاة فإن هذا لا يعد من الطواف.